بعد ما تعرفنا على احوال الطقس، تعالوا كمان نشوف اسعار العملات وصلت لايه النهارده، ونبدا بالدولار الامريكي اللي سجل سعر الشراء 29 جنيه و50 قرش، اما البيع 29 جنيه و63 قرش. بالنسبه لليورو النهارده 31 جنيه 75 قرش للشراء، اما البيع 31 جنيه و90 قرش. الجنيه الاسترليني 35 جنيه 86 قرش ده للشراء، اما البيع 36 جنيه و4 قروش. الريال السعودي 7 جنيه 85 قرش للشراء، اما البيع 7 جنيه 89 قرش. اخيرا الدينار الكويتي 96 جنيه و46 قرش للشراء، اما البيع 96 جنيه و98 قرش. وهي دي كانت اسعار العملات النهارده.